الماراثون ما زال مستمرا. كيف حالكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في اختبار الاب زونجا الحلقة السادسة مجددا. من قبل انا قلت الحلقة الخامسة، الحلقة السادسة بالغلط، الحلقة السابقة الحلقة الخامسة، الحلقة دي حلقة السادسة. ونبدأ بدون ما نطولها. اللعبة اللي بنختبرها اليوم الصفحة مرة بلاين، ما حط عليها مجهود كافي عشان تكون فريدة من نوعها، ولكن we will see. hopefully the gameplay عوض. حاتم adventure من طارق 000. وتبدأ قصة عند صنع سم الفضاء على الغابة من قبل عالم مجنون، ويأتي بطلا حاتم لإنقاذ الغابة قضاء العالم مجنون. هل يستطيع إنقاذ الغابة؟ اوكي ادرني، بس تحتاج عادة ونشط جملة بحيث ان تخليها اسهل للقراءة. لو يتكبر الخط it will be nice، يعني لو تشوف صفحة الالعاب الثانية لانهم ستايل زي كده، الستايل جميل يخلي الواحد بدي يجرب الجيم. لما يشوف صفحة ديفولت كولورز وكده زي صفحتي ما انا معتني به، بتقلل من قيد فرصة انك اللاعب يختمون لعبتك. بس Let's give it a try. Okay. Cutscene. Oh, no, but menu. I love the cutscene. Interesting. Tricolor? جربت لي ساعات اختبر الجيمز. اوكي القفز بفوق كان لعبة قتال. اوه لا في تعليمات. press w up arrow to jump، press w to double jump. لاني ضغط فوق، لا ضغط تحت بعدين ضغط فوق، لان عادة في العاب البلاتفورم القفز بزر مش بدبليو دبليو. وذاي لما تعلق على داون، تعلق على الاس او تحت، يظل يطيح طيح طيح سوا. على الاقل اعطاني فرصة اني اتدرب واجرب الشيء ده. جي تو اتاك. يا تحكم زي كده يفضل انك ما تخلي القفز دبليو، لانه صعب اني اقفز واضرب. some object can be attacked كلعبة بلاتفورم يعني. وما ادري التحكم يدعم الجويستيك ولا لا. But overall this is nice tutorial. ما يحتاج كتابة يعني، راويك بالضبط ايش you need to do. وبعض الاماكن يقول لك hit the switch to open the gate. So nice nice. There are some hidden areas you can't go through. L to dash, oh boy. Not bad. Not bad at all. لا تقول اللعبة ألقت لأني نزلت الصفحة عشان شغل التايمر. أوبس. give me a second. خلينا نعيد الجيم. أوكي وصلنا هنا من جديد. No I'm stuck again.
يمكن المطور ما كمل الجيم ذاتس ات اي دون نو. فخلينا نرجع للصفحة لان خلصت مرتين. الجيم بلاي ابدا مو بطال. I actually really like it. الشيء الوحيد اللي not very good ان القفز. القفز في بلاتفورم الافضل يكون بزر. وعادة ما احب العب بلاتفورم بالكيبورد مع ان كل العاب بلاتفورم لعبتها في ايام الدوس كانت كنت العبها بالكيبورد كان شيء قديم شيء متوقع لان الجويستيكات القديمة كانت من نوع الستيكس. الكمبيوتر مرة غاليين not that accurate ما يصعب البلاتفورم ولكن anyway يفضل ان تخلي الزر قفز and well nice done well, well done. I don't know what to say. الجيم زي كنا متعبين عملهم. الشيء الوحيد اللي بستغرب منه وش دخل الغراس في الجيم ده. ففي عدة أسئلة كأني شخصيا أنا شايف شكله من قبل الرسمة دي على الأقل. So anyway ما بدي إني أكون منه اللي يمكن دباغة يمكن مي لعبته ولا بس للأسف شفت عرب واجد كده يعمل يرفعون ألعاب مي ألعابهم بطل كات سيني كلام عربي ولا كانت لعبة عربية ولا لا ما أتذكر. anyway بخلي ده الشيء للجدج ولا اللي يبحثوا عن المواضيع دي. بس إذا اللعبة أنت عملتها جد من عندك well done. اوه يا الغراس هنا انقاذ الغابة I don't know. anyway next game شجرة الامل من ليث المحسن وعبد الرحمن وليد مكتوب هنا بعد شجرة الامل مشاركة في جيم جام الزنجل نسخة خاصة. اللعبة تتكلم عن قصة فتاة وعائلتها خلال فترة الحرب. اوكي interesting. فعبد الرحمن وليد وليث المحسن عملون القصة والتطوير والمراحل. عبد الرحمن Let's give it a shot. Nice color picking by the way الموقع ولا في بعد تريلر هنا نقدر It seems an RPG game pixel art كمان. Anyway شجرة الأمل في عندنا resolution أعتقد أو الدقة مكتوب. مرحبا يا زينب كيف حالك؟ الحمد لله بخير وكيف حالك؟ الحمد لله في افضل حالة. سوف انطلق اليوم عشان نجلس سويا لن استطيع المجال لاني خايف ان اخرج من المنزل. من ماذا تخافين؟ ليلى her parents عبر امي اعتذر لكن امي تريدني لا يوجد مشكلة سنتكلم في وقت لاحق. alright لأنه ما في ميوزك صاير الجو كأنه شوي كريبي خصوصا الرسومات بالستايل ده. يعني ما استغرب لما اشوف الحمام المرحاض يهتز ويبدا يطلع منه دم او something I don't know. sorry إذا كان صور too much creepy but نريدك أن تقومي بغرس هذه الأشياء يا ابنتي. ليش بنت صغير خلوه تغرس أشياء؟ لكي تكون دكة جميلة تجمع سوينا. اوكي ردت علي ستكون دكة جميلة. احضري بعض من المياه لكي نغرسها. how you're not going to bring the water من الحمام are you؟ اي والله ما في هوز برا للزراعة. حصلت عليه كيف بيدينش يعني على الأقل دلو something. أريد أن أطلق على هذه الشجرة اسم ما really. متى الناس تطلق أسماء الأشجار not me.
حسنا ما تسمين هذه الشجرة، سأفك غدا. أوه حسنا تعمل النوم. Alright. إذا ما اللعبة creepy already it's already more creepy. الجدران البكسلايتد زي كده. Oh boy. Okay. ما لا تجيب الزينب على الهاتف. Oh. Okay. لا لا بطلعت كريبي جدا. Anyway. لقد اتصلت على صديقتي لكنها لم تجب على الهاتف. هل يمكن الذهاب للاطمئنان عليها؟ لا يا ابنتي. الناس ستكون بخير. يمكنك زيارتها في وقت لاحق. احضري بعض المياه لكي تروي الشجرة. هل تعلم لماذا طلبنا منك تغيير هذه الغرزة؟ لماذا؟ إنها شجرة الزيتون يا ابنتي من تراث البلاد. وإنها تعيش ملايين السنين كما أنها ذكرت في القرآن الكريم. ونريد أيضا أن تعتني بهذه الشجرة. هل بتقلبوا بنتكم إلى عبد للشجرة دي؟ لا تطلع برا البيت، لا تزور صاحبتها، لا. لقد حصلت على المياه. I'm joking. Damn it. وثاني مين اللي ياخذ ماء من ولف في دور المياه عشان يسقي الأشجار؟ Anyway. هل قررت ماذا ستسمي الشجر؟ سأسميها غزة. أوف. لماذا غزة؟ لأن غزة اسم يدل على قوة التميز. إن معلومة جميلة لم أكن أعلم بها. سأذهب إلى النوم. أوكي. غزة. أصلا ما يمدي حتى شيك على ال تيليتابيز. What the hell is that? What's going on? كنا كياس وفي شخصيات. صباح الخير يا أمي. صباح النور يا ابنتي. أين ذهب أبي؟ سيعود قريبا. حسنا سوف أذهب للعب في الحديقة. لا تنسي تروي الشجرة. لقد حصلت على بعض المياه. والله الليل اللي يجيب سرعة في الجيم هذا. Which is good انه ما تخلي اللاعب ينتظر اكثر مما المفروض ينتظره. اين ابي؟ لقد اتصلت به ولم يجب على الهاتف. سوف اخرج بحث عنه. يجب عليك ان تخلدي النوم. This is getting even more sad by the minutes because I already عرفنا وين التوجه الفني اللي صار في الجيم. يبدو ان الكهرباء قد قطعت. ليش الماي ما اقدر اخذه؟ أبي أمي أين ذهبوا؟ لقد عادت الكهرباء. سو التوجه الفني كان الصور والأشياء والانقطاع الميوزك كان اختيارات مناسبة للثيم. أوكي ما كان عبث. يعني المصمم نجح في توصيل الصورة اللي يبي يوصلها في الجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبث إليكم الأخبار العاجلة. لقد قصف قوات الاحتلال عدة مباني وراح ضحيتها 42 شهيدا ومنهم زينب الفلانية، محمد الفلاني، فاطمة الفلانية، أمها وأبوها وصاحبتها. أنا لا أصدق من الذي حدث. لقد تدمرت حياتي بسبب ذلك العدو.
لكن لن استسلم وساهتم بك يا غزة حتى اخر لحظة في حياتي. جي That wasn't fun. للأسف الشديد. أنا عملت فيديو سميته براءة الدم بسبة الحرب اللي صايرة. وإحنا من زمان من أول ما انولدت وأنا أسمع عن ظلم اليهود للفلسطينيين. شيء جميل ان تعمل لعبة تخلد اللحظات هذه. It's really sad. It's really sad, which is يعني هذه واحدة من الأشياء المطورين البعض ما يفكر فيها. مو لازم الألعاب تكون مسلية, مو لازم الألعاب تكون fun. بعض أحيان اللعبة تحتاج توصل رسالة أو تعمل تذكير للأمور اللي تصير, الأمور المهمة دي. في ألعاب طلعت عن الحروب غير كده, ونشهد نجاح اقتصادي وإن كان الناس ما تلعب للتسلية. أنا ما same as this. I don't know. دراما sells, الحروب sells, sadness sells. Well done. وإن كان جت فجأة كده بسميها غزة, but well done. It's الاتموسفير كان مناسب للجيم, والمصمم عمل الشيء الجيم اللي تحتاج تعمل انه تعطيك الجو الكئيب للاحداث. ثلاث شخصيات دقيقتين بس لعبت مع حتى سمع اعرف اسمها صاحبتها زينب ليلى, لأن كل البنات ساميم ليلى في الجيمز اللي بس حسيت بالوضع يعني. فشوف كم طفل وكم شخص يموت في الأيام دي. Well done. Next game, hopefully it will be more cheerful. Next game اسمها الغابة الذهبية أو إنقاذ الغابة, من ليف محسن وعبد الرحمن وليد. لا من سوري أو ما شاء الله من ديانا رهان الشامي 18 إيبك مارتن ميلاد بلاك إكس هورس and أدهم جلالة 57. فالصفحة هنا كبيرة للجيم. This game assets are entirely created within the jam period. Art, sound, and code are all developed during the jam. Nice. When you win the game, make sure to stay on the win page and enjoy the full music track. Okay. However, if you manage to lose the game, enjoy the losing page track. What the? Game design and art by Rida and Adham. فا اوكي الملاحظات دي مي مشكلة وضعف في الصفحة دي, بس يفضلنا في البداية تذكر عن اللعبة, قصة اللعبة او عن اللعبة, الفكرة للعبة او طريقة اللعب, وبعدين تترك معلومات زي كده. But anyway let's try the game. وش اسمها again? Sorry بدأت اضيع انا شوي. الغابة الذهبية. اسم بطلة اللعبة ليلى صح؟ اعدادات تعليمات. مرحبا يا صديقي, مرحبا بكم في الغابة الذهبية. حسنا لم يعد الامر ذهبيا بعد الان, لكن سنصل الى ذلك. كما ترى غزت بعض الافات المزعجة على المكان من دعامين, والان اصبح كل شيء مملا ومريضا. ولكن ظهرت بعد ذلك اخيرا شخص يحمل الهدية الذهبية. هل تعلم كم من الوقت كنا ننتظر لهذا؟ على اي حال اليك كتاب علم النباتات الذي يحتوي على جميع وصفات البذور التي تحتاجها لمساعدة الغابة. كيف تفعل ذلك؟ سهلا, فقط افتح كتابك وانقر على البذرة التي تريد زراعتها, ثم انقر على الشبكة الموجودة في حقل المحاصيل الخاصة بك.
لزرعة بطرية تطلب أمر غبارا ذهبيا أو جولد دست للاختصار. كل بطرية لها تكلفة الخاصة بها لتأكيد من اختيار العناية. أدرون اختبرت اليوم طن ألعاب بديت أمل من القراءة. الآن عندما تنضج معظم البذور فإنها ستعيد لك كمية جيدة من الجولد دست المستثمر على الفور، بل وتبدأ في إعطائك المزيد ببطء. كن حذرا، فقد تكون بعض الآفات كامنة في مكان قريب، وقد تقرر تناول وجبة خفيفة على نباتاتك. إذا فعلوا ذلك يمكنك قتل الحشرات باستخدام الماس. نسيت أن أذكرك، قد تمرض نباتاتك في كلتا الحالتين بعد أن تنضج، لأن الفساد كبير جدا هنا على أي حال. هذا كل شيء، اذهب للحفر. أو بوي، الريزولوشن لما رصعت الرسمات، يا الرسمات واضحة كانت يمكن كبيرة. عند مسرع get out. كم سعر النبتة؟ قال في كتاب عندي، وين الكتاب الملعون؟ اوكي، فالسعر في الكتاب ينقل الفساد ببطء. get out. I wanna read. القدرة كل 40 ثانية يعالج جميع النباتات الأخرى من الفساد. يا الله، المفروض تخلي الكتاب يعمل الجيم بوز، أو تخلو لأنه في 50 وعشرة على الجيم ده. كم سعرها مثلا دي؟ يوو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 
59. اوه بوي، خلينا زيانة من دياج. وقال المفروض احصل غبار اول ما تفتح النبتة ومع الوقت. هي فكرة لا بأس بها اني راويك السعر، لازم تفتح الكتاب، بس this is not nice انه تخلي الواحد يبي لي قاتل حشرات وفي نفس الوقت ما في تعمل بوز لما يفتح الكتاب. ليه؟ يمكن كلنا اللاعبين القواي اللي عندهم سرعة في الحركة. Oh boy, these guys never die, do they? بس إذا ناس ما عندهم القدرة على الحركة بسرعة بسبب مرض أو بسبب صحي، يعني ما المفروض إنهم أنا not how to put it. يعني this is not good. أنا أبي أقرأ. وفجأة المكان تعبى حشرات ودون ما أقدر أقتلهم for some reason. Is it bugged? خلينا أقرأ. غاليين دولة، وش الفساد؟ هل دولة فساد الحين أو حشرات أو؟ أو ترى شوف السهم على الأشجار، ما انتبهت وين هو. أنا حاق الغابة لأني أبي أقرأ وش صار. نبات الإكسير 59، نبات سحري القدرة على كل 40 ثانية يعالج جميع النباتات. زرع 2 منها تكسب بذرة صفراء. نبات جوكا يدمر الأفات قريبة كل 30 ثانية. زين، لأن دونا ما أقدر أقتلهم بالماوس. الشي الغريب نبمروا الدبابات الثانية عندي بس ما نبمروا كل النبتات. Can I start over؟ ما في منيو للستارت اوفر. Give me a second، بطفي اللعبة برجعها. اوكي، بدينا اللعبة من جديد. بنحاول نزرع دي بس على ما يمكن.
ما ادري وش فايدة البقية، وش فايدة جلي بسرعة المرة لان عندي اكثر من نبتة. وش معنى العداد اللي تحت؟ I don't know. خمسة وعشرين بتاخذ للأبد، بس إذا كان الطريق الوحيد إني أقضي على دورة، أنا متأكد في طريق ثانية بس النبتات سعرهم غاليين. كمان باقي ريالين. أيوه. كل 40 ثانية على جميع النباتات الأخرى 50. ينقي الفساد ببطء، يمنحك 10 غبار ذهبي كل 15 ثانية. كم سعر 35؟ أقدر أحاول أزرع واحد. يدمر آفات، ينقي الفساد ببطء ويمنحك 5 غبار لكل 10 ثواني. هذا رخيص. هم صافين قال لي انه تنضج تقتل جميع الاعفاء على فور تزيد كل فساد بكل 30 ثانية. اربح اللعبة. يعني الهدف اني اسعد، يعني الهدف مو واضح 100%. كان تغير الوضع. زين زراعة 3 ملايين نبتة تكسبك البدرة الحمراء. وات؟ فده رخيص، خليني ازرع 3. اوكي بدرة الحمراء. يعني في تاكتيك شوي في الجيم بس الوصول للمعلومات شوي مزري. وش البدرة الحمراء؟ القدرة يعالج جميع النباتات ويدمر الآفات، يعطيك 20 غبار. That's it. Guess I won the game without knowing what the rest do. Well, الجيم ستايل جميل، الميوزك جميل، بس الجيم بلاي شوي يعني زي انه فيها تاكتيك وكذا بس مش واضحة 100%. وين كان في كلام كثير في التعليمات. الهدف انك وات يعني انا ما مستعد اروح للتعليمات بجليل وقابل كامل. يمكن هذا اكثر شيء مزعج، التعليمات والاختيار هنا ما توقف. ينقل الفساد ببطء، هل يعني الفساد يقصدون البلوشن ولا الحشرات وعلاج النباتات؟ ففي امومي واضحة والمفروض يعني I don't know. يعني مثلا النبتة هذه اللي تنقي الفساد اللي تقتل الحشرات البنفسجية اللي ما تقتل بالماوس، هل لكل الشاشة ولا بس الثمانية اللي حولها؟ So it's not that clear. واعتقد تنقي الفساد البرتقالية بعد. بدرة حمراء.
هذا يجمع آفات، بس الآفات هي الحشرات. أوكي. So it's yeah. I wish if there's more. I wish if there's more. الرسم جميل، الميوزك لا بأس به. But ما أحس يعني في progression للعبة. How to put it better than that? It's not clear what I should do for me. أتوقع البارده لازم يتعبى قبل ما ينتهي الوقت. It seems so. فين بالي أزرع نبتات بالنوع ده بس. That's it. Guess so. That's it. So I hope there is more than this. It's a game that you played once, close it, delete it, and that's it, للأسف. But it's a good attempt. صعب انك تخطط لجيم في خلال 3 أيام، ما في طريقة ارجع للمنيو. Anyway. Alt F4. So, but for game jam, this is really nice. Music كويس. الجيمبلاي wasn't that bad, بس منيت له يعني، وهذه واحدة من العلامات جيدة يعني. منيت كان في شيء أكثر في اللعبة. اللعبة مية عميقة. Just you can finish it and that's it. الوقت كافي. ما أحس إن اللعب يعني في يد الكثير. من تاكتيك او توقيته whatever. Just ازرع، تأكد ان الحشرة البنفسجية انك النبتة الخضراء، and حشرة دورين نفس الخريطة. على الاقل الاجواء تتغير شوي، اتوقع على حسب بروجريسيف اللي تسوي. good job. من ناحية جمالية اللعبة كانت جميلة، من ناحية جيم بلاي اتمنى انها اكثر. Next game بن 10، اقصد فيجي شوتي. ما يشبه بن 10 بس عربي. anyway. من نيومادز. انت تلعب شخصية بروفيسور علي الذي صنع بدرة بمساعدة زميلة في العمل، الزميلة مال اسم مسكين، والتي تزيد حجم المخلوقات الحية مع المحافظة على قصائصها الحيوية بهدف استعمالها على محاصيل غذائية لمساعدة دول الفقيرة للموارد الغذائية المحدودة. ولكن زميله لديه أفكار سوداوية ويريد استعمالها على المخلوقات تم السيطرة عليها بغاء القضاء البشرية. لحسن الحظ فإن البروفيسور علي يعرف نقطة ضعف تلك المخلوقات اللي هي مجموعة من نباتات، منها النبات اللاحم. Interesting. We have a plot للجيم. فخلينا ننزله. اسم اللعبة مختلف المشروع. غاندا من فيجي شوتي. Let's take a look. بنتن العربي اقصد فيجي شوتي. عندنا اطلاق. وازد تشديد الطاقة. اوكي. اوكي فكرت موسيقى لباوز او الحاجة. بروفيسور علي، انا انصحك ان ترجع عني. انا انصحك ان ترجع عني. سوف ارجع عنك. سوف اعفو عنك وعن نهاية. انت نهاية. انت من ساعدتني في اختراعتك. اجعلني هذه المخلوقات الحقيقة. إنني أحذرك يا إمارات الأخيات. أرجع إلى دياري. أرجع إلى دياري. ولا تتدخل في شؤوني. فأنت دخل من لا إله إلا أنت. فأنت من لا إله إلا نفسك. Way too evil. أوكي. هاي نبتة مسعفة أعتقد. هل في حد للطلق دخيرة أو something؟ أو تديت. okay.
I don't know what I'm doing. اوكي الشيء السيء لما تحط بتات انه يسد الطريق لحقك. الاعداء في انواع مختلفين which is good. مو نوع واحد فقط. بس I have no clue what I'm doing. اوكي سدينا واحنا. I have no clue what I can do. عاد المحاولة، عيد المحاولة ولا يهمك. Do I need to hear his lecture again? أنا أنصحك أن ترجع على، أنا أنصحك أن ترجع على ديارك. فإن رجعت، فسوف أعفو عنك وعن أهلك. في النهاية، أنت من ساعدتني في اختراع تلك البذرة، وجعلي هذه المخلوقات حقيقة ليس خيال. اوكي الحد الاقصى ثلاث اعتقد. ما ادري سرفايفل هي ولا مبالي حصة الطريق ولا اقدر ادخل في البيبان دي. I have no clue what I need to do. خلينا نحاول نعمل سيرفايفنج ونشوف. Maybe it's a puzzle. ايش الغريب اللاعب البروفيسور عطوه اسم بروفيسور علي which is anyway عادة لما تقول بروفيسور اسم العيلة but anyway other than that بس زميله ماله اسم which is weird. Actually حتى بوكيمون لعبة بروفيسور اوك اسمه اوك but anyway I'm starting to get a little bit bored. Oh. Okay. Okay. Meh. Well, gameplay. Okay, بداية. Okay, game jam. Not bad. التحكم ما حسيت إن كان في مشاكل في القفزة or whatever. So التحكم okay, بس gameplay والنجاة على الأقل حطوا تايمر يعني. I didn't know what I'm doing. في البداية هذا خلاني أموت بس other than that يعني بفترض إن اللعبة ما خلصت and they just wanted to submit the game and that's it. So what they done it just for the game jam إن ما عملوه للgame jam. بالتوفيق المرة الثانية. It wasn't bad. بس هنا المشكلة لما اللعبة تكون مملة ما تقدر تعلق عليها بكثرة. لما اللعبة تكون مي مكتملة أو ما هي ممتعة صعب تعلق عليه. لما اللعبة تكون مرة ممتازة تقدر تقول اوه الرسومات قوية اوه الموسيقى قوية. لما تكون اللعبة سيئة اوه تقدر تعلق عليها الايام تقدر تطلع كل الاخطاء فيها. بس لما اللعبة تكون اوكي فـ next game اللعبة يعود هناك اكسجين من مؤاد بس اسمه مكتوب بالحروف العربية الانجليزية معاد 33
تتخذ القصة عن قطع كل الأشجار في العالم وأصبح الأكسجين قليل في العالم. مهمتك هي غرز الأشجار لإنقاذ العالم. لا لا لإنقاذ العالم. خلينا ننقذ العالم. إذا قلنا ننقذ إحنا أول. وثاني ما في لعبة RPG أو RPG لعبة سيرفايفل اسمها No Oxygen Left or something. فاللعبة من جادوت فريق معاد أو فريق فري أي. آه جميل. واحنا من الألعاب القليل اللي أشوف إنه في أكثر من عداد. بس داست الشيء الغربي اقدر اطلع من الجيم من القامر الاوبشن ما ليش. واعتقد اللعبة خرفت لانه ضغط على الزر الغلط. بي رايت باك. اوكي خلينا نحاول من جديد بدون ما ندخل فخ في الاعدادات. عدة مراحل. اعتقد شفت دعاية عنها وهو تكلم عنها في المنيو. التحكم ما هو بالواسط بالاسهم. فاتوقع القفز بسبيس. في ديلي لما تطيح ما يمديك تنط على طول. او اكشن لان توقعت الارضيه هنا. او القفزه ثابت حجمه مو على حسب اي قد ضغط السبيس. انا تلعب بازل مو او البلاتفورم مو زين سو كده. But we will see, we will see. وفي ألعاب أنا لعبت القفزة الثابت حجمها. صوت الموسيقى مرة عالي. Sorry about that. بس هذه شجرة كبيرة. أقدر أضغط تحت أكثر مرة وأخرب الفيديو. يعني ما كان المطور متوقع ان اللعب سبال بيعص تحت اكثر مرة. فخلينا نسوي الكاتسين بالشكل اللي كان هو يبيه. alright. فيمدي يعمل فلاج بحيث ان يمنع اللاعب ان يعملها اكثر مرة. بوليان فلاج. الصبار ده يقتل كلمة المسيح. اوكي انا شكله طالع برا الخريطة. عاجبني الصبار اللي قايم هنا فكان ايوه ما نط. ما يحتاج اعلق على سبيس. اوكي اوكي اوكي. ترى دول اشجار. اوكي بازل بلاتفورمر سيمبل ان وشوية عيد الدوبل كامل. اتس فاين اتس فاين. خلينا نجرب مرحلة السادسة على طول. عندنا ريليف. ما في مرحلة السادسة على طول. لازم افتحها يمكن. اوكي بيكوز اي هاف نو بروبلم في بلاتفورم بازل جيم اند خصوصا لما تطيح وتختفي ما تظهر من جديد. هل في زر عشان تعيد الجيم؟ لا في زر يتطلع برا الجيم. زين هل الجيم تحفظ؟ نصبر مي مشكلة. اللعبة خرفت. اعتقد اللعبة خربت. anyway عندنا technical issues. يمكن نضغط اكثر مرة. خلينا نصبر بدون ما نضغط. اوكي زين. فالمشاكل التقنية دي لازم بالاسهم مو بوازد. يعني ممكن تتصلح. الميوزك لا بس. الرسومات لا بس. التحكم لا بس. so it's a good game. puzzle game could be better. زي ما قلت انا
I don't know. It's maybe مشكلته not challenging enough. بس أنا ما عندي نية إني أجرب كل الأدوار. وردي يعني. I don't know. Again زرعنا الشجر الكبير مرتين. أحس إني مبلي ميكانيك أكثر من كده من صبار يقتلك حفرة ما تقتلك خروف اللعبة خليها تحفي من جديد. Yeah, so this is not good. I don't know, it could مشكلة تقنية يمكن اللي فيها يعني لل إيه. اللي حبيت أقول إن ألعاب البازل بلاتفورمر مو شيء سهل لأنها تحتاج إلى وقت طويل وعناء كثير لعمل اللعبة interesting. عمل interesting بحيث ان عمل المراحل interesting. لما تعمل المراحل بلاند وقفز بسيط ان توصل الهدف ما بتجذب انتباه اللاعبين. يعني فمو لازم الinteresting يكون من ناحية التصميم من صعوبة اللعبة. احيانا interesting من اي ناحية. الغموض. ميكانيك جديد. التحدي. تلاوة قصة في كل مرحلة في افكار بالهبل يعني تقدر تشد انتباه اللاعب يحاول يلعبها اكثر. في انا العاب الجيم بلاي ما عجبني بس ضليت العبها عدة ساعات لان ابي اعرف ايش بيصير لان يعطيني بعض تلاوة بعض القصة. بس للأسف الشديد دائما الناس يقولون الجيم بلاي is the king. الجيم بلاي king بدون شك. حتى القصة ما شدت اهتمامي كفاية اني اتحمل الجيم بلاي الممل وما كملت القصة. ولكن تحتاج تخلي الجيم بلاي انترستنج. هنا المشكلة اللعبة is okay تقنيا okay. فيها مشاكل تقنية بعد اللعبة دي ان بعض احيان تقلق بعض الامور تطيح في الحفرة ما تقدر تعيد ما تلحسب قتله. لما زرعت الشجر الكبير وطلع الصوت تحط ما تحت تخب صوت النمو يعني وما احس ان انجز سي انجاز لما اصير على الاجيال الكبار. ولكن محاولة جيدة. الواحد ما يوصل للقمة على طول من اول يوم من اول محاولة. بالعكس اللي عمل اللعبة دي افضل من اللي ما عمل اللعبة. اللي اقصد لان اللي ما عمل اللعبة يفكر ان يقدر يعمل العاب افضل ما جرب. فاتمنى التوفيق لمعاد واتمنى انك تعمل لعبة افضل. وتقدر تخبرنا عن الخاص إذا عندك لعبة أفضل بين اختبارها أنا ما عندي مانع. Next game Flourisher من أحمد خليفة. كأن حتى الصفحة بكبرها كأن صفحة جوال. Description Flourisher is an inverse minesweeper game. The goal is to extend the route till it gets the required amount of water. The game is inspired by Let's Revolution, which is amazing minesweeper game. The game supports 3 difficulties and 3 different plan type. I have no clue if minesweeper معقول تشتغل بس we will see. Different methods of playing as they have different reveal abilities to reach a high score. You want to make only one root branch, pass through all the water tiles. As the score depends on how many water tiles that branches pass through. يمكن لما اختبر اللعبة اعرف ايش السالفة. عطى credits, very nice. Let's give it a try. Mafi download, so let's just try the game. Flourisher difficulty medium, bland type surround. So it is a tactic game, Mafia time limit, which is I prefer this. بس السؤال يعني هل هنا في ماي واحد ينبدأ يقيس وينه؟
Welcome to the flourisher, the inverse minesweeper game. The goal of the game is to flourish the plant. Okay. You can extend your root by dragging in any direction. Try this now. Okay. Drag. Okay. Okay. حصلنا الماء. Be careful, root decays when extended. You cannot get more than 5 tiles without water, otherwise it dies. في هنا بقعتين ماء. في هنا ثلاثة ماء بس واحد هنا. ففي هنا اثنين ماء. فاحتمال الاثنين واحدة من دول الأربعة. إذا الاثنين موجودين فدول الأربعة يعني هنا فاضي هنا فاضي. هنا ثلاثة ماي. أوكي. فالماي يا هنا يا هنا يا هنا. خليني أكتب النقطة دي. أوكي. مش خمسة بالبعد وإنما عندي ثلاث محاولات فقط. ميرورينج. حاضر نصيبك. There's يعني مثلا لأن هنا في اثنين ماي بالعربي دول كلهم فاضيين الستة. أوكي. ونفس الشيء دول بعد فاضيين. ما اقدر احط علم هنا. وش فايدة الماي سويبر اذا ما في علام. فبالعربي الماي لازم يكون هنا وهنا اعتقد. هيهي. اوكي. فهنا في ثلاثة ماي يعني واحد من دول الاربعة. لا واحد من دول الثلاثة. في ماي هنا نفس الشيء واحد من الثلاثة في ماي هنا. فعشان نكون آمن شيء خلينا ناخذ المكان and we got it. فدول كلهم فاضيين بالعرب المكان ده كله فاضي لأن ما يمديك توصل هنا بدون ماي والماي هذا هو موجود هنا. فا ماين سويبر افريون. انزين again للاحتياط باخذ هنا and you got it. في زيادة. واو. أربعة ماي. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين. فالماي الرابع يا هنا يا هنا. هذا فاضي المفروض لأن هنا أربعة. أوكي. فخلينا نتحرك على المنطقة دي. ف يمكن في هنا ماي عايد. خلينا نشوف. هي بس اعتقد فاضي لان هنا صفر. فاذا هذا فاضي وهذا فاضي يعني الماي تحت وفوق المفروض ضلوا فاضيين. فكر شوي. دول فاضيين ثلاثة. ده ما المفروض يكون هنا في ماي. فالماي المفروض يكون هنا. ف
فالمفروض ما في مايه هنا دولة ساعتين، المفروض اللعبة فيها اعلام، ليش ما في اعلام؟ فما اعتقد في هنا لان هذا فاضي، بس وش اللي يمنع اذا كان في مايه هنا؟ يمكن ان ما في اتصال، لو فالمفروض ما تحت. او مش داي احب العب بازل، سوري، بس خليني احاول اخلص المرحله دي على الاقل. يا الكارثة الوحيدة في الجيم دي، العيب الوحيد اللي فيه ما في اعلام. الاربع الماي كلهم دوم هنا، فالمكان ده فاضي، المفروض المكان فاضي. I know, did I finish the game? I don't know. خلينا نشوف. فاضي 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 فاضي. فاضي. Yeah, this is horrible. لأن ما في علام. فنين فنين فنين. الثلاثة ده فاضي، بس ما يمنع أن يكون في ماي هنا تحت في الزاوية. أها. There's more. Oh, I hate this game. انزين. I will pause till I find it. Give me a minute. I don't know. Logically, المكان كله المفروض يكون فاضي. اللي إذا كان أنا مو صفر، بس ما I don't know. I have no clue. أبي أعزق الشجرة يعني والفروع ولا I'm done with the game because I have no freaking clue. المفروض المكان I should win the game يعني. And almost won it perfectly, بس. اللي ده كان يعني يمديك اوكي. Maybe كان المفروض اني اعبي كل مكان. I don't know. Like this. The game is still not over. I don't know. The game is fun. The game is fun. الرسومات، التحكم، everything. بس ما تدري كيف تنهي اللعبة is not fun. والما تحط علام is not fun either. I don't know شو الفرق بين الأنواع. But I believe I already gave the game time. Yeah, the game is fun. The game is fun. ما ادري شو الفرق بين الصعوبة، ممكن كمية الماي، بس ما اعرف كيف اخلص حتى صعوبة نورمال يعني. I don't know what's wrong. هل الجيم ما له ending؟ I don't know. But is this the last game? Yeah, this is the last game for me. انا احب العاب البازل. تمنيت لو كان تنزيل، وتمنيت لو maybe مراحل احجام مختلفة اقدر اجربها هارد لاحقا. بس اللي ما عجب الموضوع هي الاعلام. عادة الماي سويبر تقعد تحط علم تقول اوه هذا فاضي، بس اعتقد الهدف مو انك تتجاوز الالغام، وانما الهدف انك توسع الشجرة اكثر. ما يمكن you want to make only one root branch passes through all the water tiles.
One branch? I'm not sure about that. What does that mean? كيف one branch? الأصل كل واحد. So I'm not sure. I'm not sure how the things works. That's the only thing. يعني other than that, I enjoyed the game. I have a puzzle and it wasn't bad. برمجيا ما شفنا فيها مشاكل. I don't know what to say any more than that. يمكن لو الآن مرة مرتين أمل بس. لو افهم اللعبة اكثر يمكن العبها اكثر بس حتى ماين سويبر يعني متى لعبتها اخر مرة لعبتها على 3.1 ويندوز 3.1 اظن ذات اي دونت ريمبر اني شغلتها من جديد. شكرا للمتابعة، نراكم بعد الاقرار.